الصحابة معه وصلوا عليها. من هي؟ اللي هي هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد. ربنا يغفر لك ولوالديك ويشرح صدرك ويذهب همه. قول امين. امين والجميع احلى دعوه. ربنا يشرح صدرك. شو تذكيرك اليوم؟ ربنا يغفر لك ولوالديك ويختم لك بخير يا شيخ خالد. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتوا واقفين ادعوا لهم وادعوا لانفسكم قولوا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لك بكل مؤمن ومؤمنه من اهل السماوات السبع ومن اهل الارض بهذا الدعاء. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله امين. شو علامات الساعة بينات هلا ولا سيدي؟ من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، ومن علامات الساعة أن ينطق الحديد. الحديد هيوزل في إيدك الأعمال بينطق. أيوة الله ما شاء الله. كيف علي؟ فربنا يتطلب الصغرى ولا الكبرى؟ لا هلا علامات الصغرى هذه، علامات الكبرى لما ينزل المسيح الدجال. قبل الدابة ولا بعد الدابة؟ نعم، والدابة تكلمهم. ربنا يغفر لك ويغفر لوالديك. آمين آمين سيدي. ويشرح صدرك ويغفر لك. آمين آمين والجميع. بارك الله فيك. أنا شكرا سيدي. وين دابتك؟ دابتي ها هي قريبة. الحمد لله نعمة دابة. هذه نعمة كبيرة يا أخي العزيز. إي والله صح. ما دام على قولة الوالد رحمه يعقوب ما يقول ما دام تدوس بنزين هيك برجلك. الحمد لله. وبريك اللي بنمشي احنا تدوس بالعصايه ولا برجلك سيدي؟ لا برجلي. العصايه بس لمن يمشي برا. العصا لمن؟ لمن عصا. الله سلموا على عمكم شباب. بوسوا راس عمكم. ربنا يعافيكم ويغفر لكم ولوالديكم. اللهم صل على محمد. ما تعاقب الليل والنهار. السلام عليكم شيخ. اي والله هلا. انا من الرازي. انت ربنا. اي والله والنعم والله سيدي. انت بالمستشفى تبي نعطيك اسلام بالانجليزي دكتور؟ لا يجيك حد يبي دائما اسال عنك. يجيك حد يبي يصير مسلم؟ الوالد مسوي يصير مسلم. مسلم انجليزي يا اخي منه لا تفشلوا واعطيها لغيرك. لا يسلم على ايدك واحد. لا 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 تفشلوا. انجليزي اي حاجه لا تفشل. هو الدكتور العثمان مو ولا البسام؟ لا عادل. ربنا يغفر لك ولوالديك. والله دائما اسال عنك يا اخي. بارك الله فيك. نذكرك بالتمرات الملوكي. وين؟ ان شاء الله. اي والله كرر كرر. هو شنو اسمه الكريم؟ نسيت. ها؟ ربنا يشرح صدرك. هات. اقول شنو اسمه هو؟ انا عارفه بس ناسي. هو دكتور في العصفور. ايوه العصفور. بس انا ناسي اسمه. رجل صالح جزاه الله خير. ربنا يغفر له ولوالديه. شو يوم الجمعة الصلاة على النبي ما شاء الله؟ يذكر اسم الأب والأم المصلي على النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ونهار الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا ما شاء الله بركة محمد وآل محمد. اثنين عصاية يجي نفر هذا ما يجي. شو ما شاء الله عليه. همه همه سووا له دعاء. السلام عليكم. ربنا يغفر لكم. هذا بلاد الكرله شيخ ابو بكر مسليار وشمس العلماء كان اول بابا. وكتي كتي صديق بابا بخاري وقاسمي وكان مودودي كان بابا اول سيد الرفاع كله يروح لهم. الحين مريض هذا شيخ ابو بكر ادعي له والله مسليار مريض نفر يقول شيخ ابو بكر الله يشافيه يا رب. هو تو يجي الكويت. بارك الله فيك. انت راضي علينا سيدي الدملخي؟ تعال قبل يد الشيخ ابو سراسو. لا لا. شيخ زهير البيطار. ربنا يغفر لك ولوالديك. هذا جاي. ها؟ ربنا يغفر لك ولوالديك. اي والله. وين سيارتك سيدي؟ هلا ابو اسامه. شلونك؟ هلا والله. خذ لك عطر اعطيني واحد. ابو اسامه هذا عطر. هذا الشيخ بركه. الله يبارك فيك. اي والله. ها ابو اسامه شو ذكرنا اليوم؟ عندك تذكير؟ تذكرنا بشيء؟ ايه؟ اذكرك بشيء
الشهادة بأن لا إله إلا الله محمد رسول وأن محمد رسول الله آمين. وأن الإسلام حق صح. وأن الموت حق الله. يا رب أحسن خاتمتنا. آمين. شكرا سيدي. آمين. وين سيارتك سيدي؟ منو؟ اي عطى واحد. مشرف ودي شيخ، ودي شيخ سيارة وعطي برد.